جينا للمقر ديال التجمع الوطني الأحرار للالتقاء بالسيد رئيس الحكومة المعين من طرف صاحب الجلالة كحزب ديال الحركة الديمقراطية الاجتماعية. كانت مناسبة أولا لتقديم التهاني للسيد الرئيس اللي كلفوا صاحب الجلالة بتشكيل الحكومة المقبلة، وكذلك مناسبة لتقديم التهاني لحزب التجمع الوطني الأحرار اللي تصدروا لنتائج الاستحقاقات ديال 8 شتنبير. وأعتقد على أن كذلك هذا مناسبة نفتخر ببلادنا اللي نظمت هذه الاستحقاقات في أجواء من المسؤولية وفي أجواء من التنافس الشريف وفي ظروف صعبة، فهذا كذلك افتخار لبلدنا في تعزيز المسار الديمقراطي اللي شهدته بلادنا. طبيعة الحال هذا لقاء تواصلي وتشاوري مع السيد رئيس الحكومة السي عزيزة خنوش، أعطانا نبذة وفكرة على تصور ديالو في تشكيل أغلبية، مازال المشاورات في البداية ديالها. نتمناو على أنه إن شاء الله في المستقبل القريب السيد الرئيس يمكن له يشكل أغلبية منسجمة وقوية، وأعتقد على أن التجمع الوطني الأحرار اليوم اللي تصدر الرتبة الأولى ما جاش عن عبث، بل كان هناك عمل منذ انتخاب السيد الرئيس ديال التجمع الوطني الأحرار على رأس الحزب، وكان هناك استماع المطالب والهموم والانتظارات ديال المواطنين، وكانت جولة عبر المملكة بحيث زار أكثر من 100 مدينة وبالور البرنامج ديالو من هذا الواقع هذا اللي عاشوا واللي استنتجوا واللي كذلك استلهموا من نموذج التنموي الجديد. وحنا متيقنين في الحركة الديمقراطية الاجتماعية على أن إن شاء الله النجاح سيكون هو الحليف ديال السيد رئيس الحكومة، وعلى أن باب أمل مشرق يفتح اليوم أمام المغرب بتصدر التجمع الوطني الأحرار لنتائج الانتخابات. فنتمناو كل التوفيق للسيد رئيس الحكومة، والله يكمل بخير السي عزيز، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله في مصلحة في خدمة وطننا المغرب تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا لكم.